ليل داخلي، عيادة طبيب. اليوم تحديداً 8/5/2019، عيد ميلاد الـ30. في ايه؟ في حمل. وكأن الوقت وقف عند اللحظة دي. ألف سؤال وسؤال، يا ترى أنا ساوي كفاية أن أكون أب؟ هكون ناجح؟ إيه اللي يحصل لو ما نجحتش؟ هعرف أخلي ابني أحسن مني؟ لو عمل حاجة غلط أو حاجة مش عجباني، هعرف أسيطر على نفسي وأتعامل بهدوء؟ ولا هكون عصبي زي عادتي؟ أحس بإيه وقتها؟ كل فكري كان في مستقبله، ومساهمتي في زيادة سكان الكوكب فرد. هيكون له اهتمامات وشخصية، وحاجات بيحبها وحاجات تانية بيكرهها، وأسئلة تانية كتير فكرت فيها لمدة ثواني لمجرد سمعت خبر ما كنتش عامل حسابه خالص. فضلت وقت كبير بتعامل مع الأمر كأنه لسه ما حصلش، أو بضحك على نفسي إنه لسه بدري، مع إني عارف إنه وقته هيعدي ومفيش مفر من المواجهة دي. وحصلت المواجهة، اتلخبطت كأني لسه عقلي مش مدرك. وقتها عرفت اني واحد تاني، اتخلقت جوايا مشاعر جديدة ما كنتش عارفها. مش عايزك تزعل مني لو قصرت معاك في حاجة، صدقني هيكون غصب عني. هفضل أحارب عشان تكون إنسان ناجح وسوي وأفضل مني. معرفش هكون أب مثالي ولا لأ، لكن عارف كويس إني حبيتك قوي. ويمكن كل الأسئلة اللي كانت في دماغي نلاقي إجابتها سوا.